اختك كملت اهي مش كده؟ اختي اللي على الشمال. اللي على الشمال. ولا ده اليمين. قدامك أيوة. اهي مش كده؟ اهي. ايوه. كملي حبيبه. لما حصل لحظه ايه اللي حصل في المكان ده؟ انا اغمى عليا، ده اللي اغمى اتقال لي عليك. ان انا اغمى عليا، وان انا كنت بترعش، وافتكروني انا المدرب بتاعي كان واقف بيعيط فاكرني مت. دكتور عبد اللطيف. لا ده الدكتور عبد اللطيف رئيس النادي، رئيس المدرب النادي. بتاعي كابتن احمد عادل. لا هو كان فاكرني يعني لا قدر الله. كان فاكرك لا قدر الله متي. اصل حضرتك احنا سرعه عاليه جدا، ده فينش، فبتبقى اقصى سرعه في السباق، ففجاه صفر في الارض سرعه، يعني فجاه حد جسمه سخن جدا فجاه بقى في الارض. جالنا في فيديو لقطه من الظهر. يا اللي هي ريت. مهمه قوي دي. دي عايزك قوي. كمان تشوفيها عشان يمكن ناس كتير مش مركزين معاها، واعتقد دي مهمه قوي. بص حضرتك ايوه. المختل توازنها يا الله. لا هنرجعها تاني، هنرجعها تاني. اشرح اشرح اشرح. وقف بص فين يا احنا يوسف؟ معلش ارجع ارجع معلش يوسف بالراحه معلش. انا عارف كام ثانيه، عارف الفيديو كام ثانيه، واحنا عايزين نشرح بس. جنى انا اللي على الشمال. فتشرح تمام. تشرح للناس. يعني انا اللي على تشرح الشمال. للناس معلش بالراحه بالراحه. جنى توضح للناس. الفيديو ده مهم قوي كمان، بيوضح حاجه مهمه قوي 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 قوي. اهو ايديها. ايوه. نقف هنا يوسف لو سمحت. جنى اشرح انت انهي، على اليمين ولا على الشمال؟ انا اللي على الشمال. انت اللي على الشمال. كويس. هي النقطه دي مهمه، اشرحيها. هي جايه معايا من اليمين للشمال. جايه معاكي من اليمين للشمال. وده ده الفينش اهو، فحضرتك شفت خط الفينش، فانت المفروض خشي الفينش. لا ده هي جايه من اليمين للشمال. انا مش عارفه هو الاوردر كان انها تكسب ولا انها تموتني، انا يعني مش عارفه كان ايه بالظبط، بس قامت جايباني بقى تكسب او تموتك. انا مش انا الفيديو ده بي طب معلش 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 احنا اسفين، بس محتاج انا راي الناس تشوف، محتاج الناس تشوف، والاتحاد الدرجات تشوفه، والناس كلها تشوف، واي حد بيشكك يشوف الفيديو. اتفضلي. هي جايه اهو من اقصى اليمين لاقصى الشمال لاقصى ورايا. الشمال زي ما احنا شايفين كده. بص حضرتك ايديها وهي بتطلع اهي. ايوه ايدها الشمال اهي. اهي صح. اتفضلي اشرحي اشرحي. قامت بقى اهي اهي بص. أيوة. دراعي شايف. اشرحي شدتني للناس. عليها اهو. اشرحي جنى اشرحي. ايدها قامت شداني عليها. بدات بقى. تشدك. لو سندت عليا زي ما بيقولوا هقع ناحيه الشمال. تقع على هناك. لكن انا واقع عليها في الفيديو. تقع عليها. انا واقع عليها، انا عامله العمليه في كتفي اليمين. فالفيديو ده واضح تماما للشد. شداكي اهو قدامنا. ايدي اهي. ايدي. وهي اهي. في اللحظه دي ما تعرفيش تعملي حاجه، انت منتهى السرعه. بص وهي منتهى السرعه. وانا مش متوقعه، لان الفينش اهو انا شايفه الميداليه مع اختي، خلاص في منافسه على الميداليه، فاحنا سواء انا خدتها اختي فالميداليه معانا. معاكم. والخطه متنفذه ان انا هعلي السرعه وهي في ميداليه مضمونه لينا، فخلاص. بالظبط. انت لقيتي حبيبه ضمن الميداليه خلاص. بالظبط. كده؟ اي بالظبط. فاحنا طالما الميداليه مضمونه انا نازله على الشمال علشان تاخد مسافتها، وما قمتش على العجله. الطبيعي ان انا لو عايزه اكسب هقوم اقوم السبرنت ده لازم تقف، يعني تقوم تقف على العجله. نعم. فانا ما قمتش وقفت على العجله. انت جايه ورايا ليه؟ روحي الفينش. روحي خدي المركز الثالث بشرف. روحي قومي اقفي على العجله. بس انا للاسف ما كنتش اعرف ان هو ورايا، لان مش متوقع ابدا ان يكون الفينش اهو حد يجي لك من اليمين للشمال. فوجئتي انها وراكي. ما كنتش متوقعه. لا خالص. فانا ما لا.